البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطار تغطياتنا المتواصلة دائما عبر شاشة الجزيرة مباشر لمؤشرات الأسواق العربية والعالمية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد بالتعرف على آخر وأبرز المؤشرات. لدينا الكويت على ارتفاع بواحد من 1%، نسبة ضئيلة للغاية، لكن بداية خضراء منذ نصف ساعة تقريبا. أبو ظبي 20% في المنطقة الحمراء، أما دبي فقد ارتفع السهم الرئيس أو المؤشر الرئيس فيها ب 21% بأقل من 8 نقاط. سلطنة عمان هي الأخرى ارتفعت في بداية تعاملات اليوم ب 10%. نتابع من إغلاقات البورصات أمس ونبدأ بالبورصة القطرية التي أنهت تعاملات أمس على تراجع ب 20% بانخفاض 4 قطاعات، أبرزها البنوك بخسائر 9 أسهم بقيادة بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي وسهم قطر وعمان، وانخفض قطاع العقارات بهبوط سهم إزدان وقطاع التأمين بهبوط قطر للتأمين، كما ارتفع قطاع الاتصالات بمكاسب أريد وفودافون والبضائع والخدمات. اختتمت البورصة السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنصف نقطة مئوية تقريبا ليقترب من حاجز 7000 نقطة بدعم من البنوك بصعود سهم الراجحي والسعودي الفرنسي وقطاع الإعلام ومكاسب الأبحاث والتسويق وتهامة والاتصالات بارتفاع أسهم الاتصالات واتحاد الاتصالات والتأمين بقيادة وفا وأكسا والخليجية العامة والنقل. اختتم مؤشر البورصة المصرية EGX30 تعاملات أمس على ارتفاع ب 18% بدعم من مشتريات العرب والأجانب بقيم بلغت 100 ومليونين جنيه، فقد صعد 95 سهما من إجمالي 182 تصدرها مصر للألمنيوم والوطنية لإسكان النقابات، بينما هبط 58 سهما بقيادة أسهم بتمود وأيكون والجوهرة، وبقي 29 سهما دون تغيير. مشاهدينا الآن ننتقل للتعرف على المؤشرات العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور عبد الله الخاطر المدير التنفيذي لمجموعة الأمل العالمية للاستثمار، أهلا بك دكتور. نبدأ دكتور بنظرة عامة لأسواق الخليجية في ظل استقرار أسعار البترول لكن دون 55 دولارا للبرميل، مزيج برنت عند 51.40 سنتا، عربي خفيف 47 وسنتين، خام تكساس 48.34 دولارا للبرميل. في ظل تغيرات الأسعار النفط نوعا ما دون 55 التي ظلت عليها لأسابيع طويلة،
كيف تتوقع أداء البورصات الخليجية اليوم بتحديد؟ مثل ما قلنا سابقا الحقيقة ما في أثر آني على البورصات بشكل يعني ارتباط مباشر، لكن طبعا من خلال الاقتصاد، وهذا ما يبين إلا بعد فترات الحقيقة. لكن طبعا ممكن يأثر على الجانب النفسي عند المستثمر بشكل عام، لكن ما يأثر على كل شركة وقدرة الشركة على النمو، لكن تأثير وعلى مباشر تقديم الأرباح على قطاع البتروكيماويات طبعا. هذا لأسباب عدة، لارتباطه أيضا بالدولار وبقوة الدولار الشرائية وقوة يعني وقدرة المشتري في السوق على مواكبة طبعا واحد ارتفاع الأسعار وبعدين ارتفاع القوة الشرائية للدولار، فيجعل يعني يوصل إلى مراحل تصبح المعادلة في غير صالح الطلب أو المشتري بالسوق. طيب دكتور، لازلنا نتحدث عن تأثيرات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية 25 نقطة أساس منذ أيام قليلة، وما تبع ذلك في دول الخليج بنفس النسبة ارتفاعا في نسبة الفائدة، لكن الملاحظ أن هناك تضخم في السوق الأمريكي، هذا ليس موجودا في السوق الخليجي. قطر على سبيل المثال نتحدث عن أقل من 1% في حالة التضخم، لكن مع ذلك نشاهد رفع للفائدة، كيف تفسر وما الذي ممكن أن يجري أو يحدث بناء على ذلك؟ الحقيقة المسؤولين في السياسات النقدية خليجيا وعندنا أصبحوا في مأزق، لأنه يا إما أنهم يعني يستمروا في مماشاة ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، والاقتصاد الأمريكي أصبح في دورة مختلفة تماما عن الدورة الاقتصادية اللي تدخل فيها اقتصاداتنا الإقليمية. الاقتصاد الأمريكي أصبح هناك في مخاوف من تعالي التضخم، هناك مخاوف من قدرة الاقتصاد على توفير الخدمات والسلع والمنتجات، ولذلك طبعا السياسة النقدية تبدأ تأخذ شكل تراجع وعدم التوسع. الآن عندنا الاقتصاد الخليجي طبعا يواجه تراجع أسعار النفط، يواجه تراجع الاقتصاد، يواجه تراجع التضخم، فكل المؤشرات المفروض الآن السياسة النقدية الخليجية في شكل توسعي، ولكن اللي يصير الحقيقة الآن عمليا اقتصاديا هي في تراجع وفي انقباض وفي طبعا وهذا غير مناسب بالنسبة لاقتصادنا حقيقة. طيب، وحينما نتحدث عن التضخم في دول الخليج لا سيما قطر، فهو هذا التضخم وتضخم محمود الذي يحدث عن طريق زيادة الطلب على السلع ومن ثم تزداد الأسعار، وبالتالي حينما ينخفض التضخم فهناك حاجة لخفض سعر الفائدة وليس زيادة سعر الفائدة. هو الحقيقة في السنوات الأخيرة أصبح هناك معيار 2% أصبح هو هدف معظم البنوك المركزية العالمية في محاولة الوصول 2%، ولذلك الفيدرالي حقق مطالبه في أنه صار قريب على 2%، وأصبح أيضا أصبحت معدلات البطالة أقل من 4 و7%، ولذلك هو حقق مطالبه وأصبح طبعا يجري من أجل أنه الاقتصاد ما يدخل مرحلة الحماية، ولذلك بيبدأ رفع الأسعار، ومتوقع أنه ممكن يرفع أسعار الفائدة 3 وممكن 4 مرات، ولذلك الآن الاقتصادات الخليجية في مأزق كبير، لأنه لو تماشت مع الاقتصاد أو رفع أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي معناتها الخسران اللي هو الاقتصاد الخليجي. لكن في الوقت نفسه لابد أن تحافظ على سعر صرف العملة المحلية مثلا في قطر أو في الدول الخليجية بالدولار. أنا أعتقد أن المخاوف هذه مبالغ فيها، لأنه في دول واقتصادات أقل قدرة وأقل قوة استطاعت أن تحمي عملاتها من المضاربة بأسعار فائدة حوالي 100 أو 200 بيسس بوينت زائد الليبر ما نسميه، وهذا كافي. إحنا اليوم عندنا المستويات على 500 نقطة أساس، وهذا عالي جدا وما زلنا مستمرين.
الحقيقة في كان طبعا جزء من التعميم اللي هو خفض الاحتياطي بحوالي 25%، وهذا أيضا محمود بيوفر سيولة، لكن السيولة هذه بتتوفر في البنوك المستهلك ما راح يقدر أيضا يتوصل لها لأنه ما زالت أسعار الفائدة عالية. فحقيقة سيولة ليس لها يعني مصلحة حالية، ما راح يكون في طلب عليها، لأن أصلا سيولة تعتبر الحقيقة خارج قدرة المستهلك في ظل زيادة سعر، وفي ظل المردود الآن اللي هو بالسوق وخاصة على يعني القطاع العقاري ما بين 2-3 إلى 4%. طيب دكتور، حتى للتوضيح فقط، تقصد الاحتياطي الذي يضعه البنوك في البنك المركزي البالغ 4.75 ويهبط إلى 4.5؟ نعم، هو جزء لكل 100 نقطة، هو جزء 100 مليون. لا، هذا سعر الخصم. لكن الاحتياطي هو السيولة اللي يحتفظ فيها البنك كجزء من الودائع اللي عنده. فإذا عنده مثلا 100 ريال، اليوم هو المفروض يعني سابقا يحتفظ ب4.5، اليوم يمكن أربعة ونص كان في الماضي، الآن على 4.25 أنا أعتقد، يعني حسب ما ذكر. فهذا يسمح للبنك أنه تتوفر لديه سيولة، يعني أنا حسبتها بحوالي 5% من قيمة الودائع الموجودة بنظامنا البنكي. لذلك هذا محمود طبعا، لكن إذا ما كان بإمكان المستثمر والسوق استغلال السيولة هذه، أصبحت سيولة متواجدة بالبنوك وعدم قدرة السوق على استغلالها. أشكرك دكتور للتوضيح، ابقى معنا مشاهدينا الكرام، نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. بعد هذا الفاصل لدينا فقرات أخرى، كونوا معنا. كل قرار اتخذ تمت حسابته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة. مع دلالة، كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا مجددا مشاهدينا. تعد المؤشرات من بين أهم الأدوات التي يتم من خلالها تقييم الأداء العام لاقتصادات الدول، كما تستعمل كقياس لأداء أسواق الأسهم بشكل إجمالي أو لقطاعات معينة. اليوم نتعرف على مؤشر داو جونز، نتابع مشاهدينا الكرام في تفاصيل هذا المؤشر. هو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية مملوكة للقطاع العام بالولايات المتحدة ومدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك. أسسه محرر صحيفة وول ستريت تشارلز داو عام 1896، وهو ثاني أقدم مؤشر في العالم بعد مؤشر داو جونز لشركات النقل. هو أكثر المؤشرات مشاهدة بالعالم، ويهتم به المستثمرون لأنه يعكس بقوة السوق الأمريكية والمواقف العالمية حيال الأسهم والبورصة. رغم أن المؤشر يهتم بأداء القطاع الصناعي للاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يتأثر بالأحداث الخارجة عن السيطرة كالحروب والاضطرابات السياسية. المحللون يستشهدون دوما بالمؤشر بوصفه مقياسا لأداء البورصات الأمريكية ويتحكم في حركة سوق الأسهم. المؤشر يتأثر بأسهم الشركات المدرجة التي لديها أعلى سعر، مثل شركة بوينغ وبنك جولدمان ساكس الذي وصل سعر السهم الواحد فيه ل$200. قيمة المؤشر لا تحتسب بالمتوسط الفعلي لأسعار الأسهم المكونة له، بل بمجموع الأسعار مقسوما على قاسم محدد. قيمة المؤشر غالبا ما تكون أكبر من مجموع أسعار الأسهم المكونة له. قيمة المؤشر شهدت انهيارا خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وانتعش مجددا أواخر 2009 بمساعدة السياسة النقدية الأمريكية. دكتور، ما الذي يمكن أن تقوله حينما نتحدث عن مؤشر داو جونز؟ المؤشر زي أي مؤشر آخر الحقيقة، بس يعتمد أكبر 30 شركة صناعية. بس تصحيح للسطر الأول،
هو يعني يختلف اختلاف كامل عن النازداك. النازداك اللي هو طبعا للشركات الأصغر والشركات التقنية بشكل عام. بعض الشركات التقنية اللي تصبح من الشركات الكبيرة أيضا بدأت تدخل النازداك، وأصبح النازداك يعتبر يعني هو المؤشر الأقوى داخل الولايات المتحدة. يتأثر زي ما يتأثر أي مؤشر آخر بأسعار الفائدة، خاصة بالنمو الاقتصادي، نمو الإيرادات، نمو الأرباح، قدرة الشركات داخل الولايات المتحدة على المنافسة مع الشركات اليابانية، مع الشركات الكورية. ولذلك هو يعتبر أحد المؤشرات المهمة، ولكن أيضا يظل ينافس مع المؤشرات وينافس على منصة الشركات اللي هو يقوم عليها. طيب، أشكرك حتى اللحظة. مشاهدينا الكرام، نذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة وعلى فيسبوك وتويتر، وقد طرحنا هذا السؤال: ما رأيكم في مخاطر البورصة وما هي المخاوف من الاستثمار فيها؟ بعد الفاصل التعليقات على الشاشة. إذا نبدأ بهذا التعليق لأمين صديق، يقول: البورصة فيها تلاعب، الأجمل من البورصة بضاعة تمتلكها بشرائها ومن ثم تبيعها، هذا أفضل من البورصة الوهمية التي تعتمد في مرابحها أحيانا على الدعاية. هديل، هل هناك شركات لا تخسر في البورصة، أو لنقل شركات خسائرها قليلة، وما هي هذه الشركات عادة؟ هل هي حكومية أم خاصة؟ نور، قبل أن نجيب على هذا السؤال، الخوف يكمن في الخسارة وعدم ضمان الربح، هل هناك استثمار آمن في البورصة؟ نتابع أيضا من التعليقات: البورصة يا أخي معرضة للقرصنة في أي لحظة، أيمن النصري. هذه التعليقات استعرضناها في الواقع في السابق. ونتابع من التعليقات الجديدة: محمد محمود يقول: لما يصير عندنا بورصة الأول يبقى نستثمر. ما هي نصائحكم للاستثمار؟ سؤال تطرحه سيدة أو السيد علاء. ما هي نصائحكم للاستثمار في البورصة؟ الاستثمار في البورصة يعني بشكل عام الحقيقة معظم بورصات العالم تعتمد على مدراء الحقائب والشركات بشكل عام، وما يعني عادة ما يكون الأفراد قليلين في البورصات العالمية، لأنه الفرد إما يكون مشغول بعمله أو ما يملك مثلا الخلفية أو ما يملك التجربة أو ما يملك القدرات والممارسات. لذلك عادة إذا كان الفرد مضطر، ومثل ما نشوف إحنا طبعا بورصاتنا تعتمد كثير على الأفراد، فالفرد المفروض يكون على الأقل يعني يدخل في تثقيف نفسه، معرفة الشركة، وبعدين كل ما كان عارف للشركة. وأهم شيء أنا بالنسبة لي يعني للناس اللي بادئ وما عنده طبعا خبرات أو خبرات كبيرة، إنه يشوف الشركات اللي التدفقات النقدية عندها في بشكل نقدي أكبر، مثل الوقود مثلا في بورصتنا واضح، بينما الشركات الأخرى اللي ممكن تعتمد على عقود أو تعتمد على مشاريع، إذا صار شيء في المشاريع وصار في أي نوع من الضغوط على التدفقات النقدية ممكن تتعرض إلى بعض الإشكاليات النقدية. طيب، أيضا محمد النمير يقول: هل حقا أفضل طرق الاستثمار بدون مخاطرة هو الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي؟ هذا غير صحيح البت الصراحة. أكثر المشاكل اللي صارت في الأسواق العالمية وفي الاقتصاد العالمي كانت أسبابها العقارات، لكن ما زالت كثير من الناس اللي لهم يعني تجربة 2008 في أمريكا 2008 1985
يعني كثير من المشاكل في دول مختلفة. فالعقار أيضا العقار الحقيقة يركز المخاطر في مكان معين في نوعية من العقار في نوعية من الخدمات. فاللي بيستثمر في العقار بشكل مباشر ويعرض نفسه بدون خبرة وبدون معرفة لمشاكل كبيرة، ليش ما يشتري أصلا أسهم شركات العقار في البورصة؟ شركات العقار في البورصة شركات كبيرة، شركات عندها إدارة كاملة، عندها علم، عندها معرفة، عندها منتج عقاري منوع، وعندها قدرات من خلال وفرات الحجم الكبير أنه بالنسبة للتكلفة، التكلفة المالية، قدرتها على التمويل، قدرتها على المناورة، قدرتها على تعدي المراحل الصعبة في الاقتصاد والتقلبات، هي أفضل بكثير. يعني الفرد لا يمكن أنه يكون قادر أنه يعمل شركة زي أزدان أو بروة أو الشركات الكبيرة. فاللي عنده رغبة أو يشوف أنه في عنده رغبة يشتري أسهم البورصة. أشكرك دكتور عبدالله الخاطر، المدير التنفيذي لمجموعة الأمل العالمية للاستثمار، كنت ضيفنا في البرنامج. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. ساعتان من الآن وتغطية جديدة على شاشة الجزيرة مباشر من قلب قاعة تداول البورصة القطرية. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.